بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة فريضة محكمة في كل رسالات الله إلى البشر، جاء بها جميع الأنبياء. فإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بنى الكعبة للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكان إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وعيسى عليه السلام تكلم في المهدي بأن الله تعالى أوصاه بالصلاة والزكاة. هذه الصلاة كان المسلمون يؤدونها منذ اليوم الأول للبعثة، كانوا يؤدون صلاة بالغداء وصلاة بالعشي، يعني صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، إلى أن كانت ليلة الإسراء والمعراج ففرضت الصلوات 50 في الفعل و50 في الأجر والثواب. وفي فضل هذه الصلاة وأنها مكفرات للذنوب يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن. من مواقف الصحابة الذين تعلموا من مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقف عمر رضي الله تعالى عنه، عندما كان خليفة للمسلمين وكان يسوي الصفوف في صلاة الفجر، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فأغمي على عمر رضي الله تعالى عنه وغشي عليه، ولم يجد المسلمون شيئا ينبهونه به من غيبوبته إلا أن ينادوا عليه بالصلاة، فكانوا يقولون: الصلاة يا أمير المؤمنين. ظلوا هكذا يقولون حتى أفاق وتنبه، فكان أول ما تكلم به سألهم: هل أدوا الصلاة؟ فلما أخبر أنهم أدوها دعا بوضوء فتوضأ وصلى وجرحه ينزف دما، ثم قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أو لا إسلام لمن لا حظ له في الصلاة. وهكذا كانت مقالة عمر وهو في النزع الأخير، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى. وفي اللحظات الأخيرة من حياته الشريفة كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها المشاهد الكريم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.